زينب السلام عليك، زينب السلام عليك، زينب السلام عليك. السلام عليك زينب، السلام عليك زينب، السلام عليك. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني ومن جميع المؤمنين والمؤمنات، كل زوار الحسين، كل خدام الحسين، كل متابعينا، كل مشاهدينا، كل العالم، الأحياء والأموات، عليك منا سيدي سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. سيدي لا جعله الله لي ولكل الحاضرين في كربلاء، لكل المشتاقين أن يأتوا إلى كربلاء. عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. سيدي لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك وخدمتك وجوارك. أليس هذا حال لسان حال كل المؤمنين والمؤمنات؟ من يعيشون زيارة الأربعين؟ من يعيشون ليلة الأربعين إخواني؟ لسان حالنا نقول باكر راح يصادف العشرين من صفر، نزور الحسين ونأخذ منه الخير الكثير بكل أموراتنا، إن شاء الله عملنا مقبول. إخواني إخواني، دعونا نتعلم من أساتذتنا، من علمائنا، ذاك الإنسان المؤمن الذي أراد أن يدعو لكن وجد من المؤمنين الصالحين العارفين وقف تحت قبة المولى أبي عبد الله الحسين ويدعو، قال أرد أسمع شنو يسولف يم الحسين. شمل بمقطعين من الدعاء شمل كل أمورات الحياة. سمعه رفع يده بعد أن دعا لإمام الزمان بالفرج، للأمة الإسلامية بالفرج، لكل المؤمنين والمؤمنات الذين هم قد قلدوه الدعاء والزيارة. ماذا قال؟ رفع يده تحت قبة المولى أبي عبد الله الحسين وقال اللهم تقبل منا هذا اليسير، واعفو عن الكثير، وارزقنا خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. أي دعاء قد شمل فيه كل أمورات في الدنيا والآخرة. إخواني وعزائي، رددوه معي في هذه الليلة، ليلة الأربعين. اللهم تقبل منا اليسير. خدام الحسين، فدوا أروحلكم، سعيكم مشكور، خدمتكم مقبولة عند صاحب الزمان، عند سيد الشهداء. إن شاء الله مسجلين باطمئنان، باطمئنان نحن مسجلون. ليش؟ لأننا يعني نعتقد اعتقادا كاملا بمن؟ بأهل البيت، بأنهم كرماء رحمة الله في أرضه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله في كتابه المبارك القرآن الكريم يخاطب النبي الأعظم محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهل البيت رحمة، فعندما تقدم فرد شيء بسيط مقبول يضاعف لك العمل. إخواني وأعزائي، أقول خدمة مقبولة، سعي مقبول إن شاء الله. إخواني وأعزائي، سعي مقبول. زوار الحسين، هلا بجيتكم من أول مسيرة العزاء بالتظاهرة المليونية في المسير إلى كعبة الأحرار كربلاء، إلى أن وصلتم حبيبكم سيد الشهداء، هنيالكم، تقبل الله مسعاكم وحياكم وبياكم. لا تنسون إمام زمانكم من الدعاء، لا تنسون بعضكم البعض بالدعاء، لا تنسون الأموات بالدعاء،
لا تنسون، ادعوا لأنفسكم، لوالديكم، لإخوتكم، لكل المؤمنين والمؤمنات، ولا تنسون حتى أولادكم، واذكروا ذريتكم القادمين إن شاء الله إذا ما الله رزقكم. الكل إيش يملها؟ أنتم أيضا أيها الكرام، يا من تشاهدونني في هذه اللحظات، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية ومتابعي برنامج في انتظار زينب، أنتم أيضا سعيكم مبارك مقبول، بسلامكم، بتحيتكم، بشغفكم لزيارة الإمام الحسين. من أحب عمل قوم حشير معهم. أنت تحب عمل زوار الحسين، أنت معهم زائر للحسين. أنت تحب خدام الإمام الحسين وما يقدموه، حشرت معهم. أنت تحب من دعا تحت قبة المولى أبي عبد الله ووقف حتى لو كان في هذه المنطقة المباركة المقدسة بين الحرمين، بين الحسين والعباس، روحي لهم الفداء، ودعا. من أحب عمل قوم حشر معهم. الكل سعي مشكور إن شاء الله، وقبول الأعمال بحق محمد وآل محمد في رحاب هذه الزيارة المليونية، ختامها مسك بشفاعة محمد وآل محمد، ختامها مسك إن شاء الله في يومنا المقبل بغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب والعافية في جميع الأمور إن شاء الله. إذن سيدي ماذا نقول؟ نقول شكرا لله، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، لخدمتك، لجوارك. نسلم سوية إخواني. يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الإمام الحسين، وسلام على كل زوار الإمام الحسين أينما كانوا، وسلام على كل خدام الإمام الحسين أينما كانوا في كل أصقاع العالم بكل الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. هنيالكم، الله يتقبل مسعاكم. السلام وألف سلام إلى كل أهل البيت باسمكم جميعا. في ليلة 20 من صفر إخواني، نحن نستقبل في ساعاتنا المقبلة الركب الزينبي، ركب زينب، ركب الإمام الحسين. نستقبل ركب الإمام السجاد. أي ألم قد عانيتم مولاتي يا زينب ويا مولاي الإمام السجاد. ماذا نقول؟ نقول بما صوره لنا خادم زينب وخادم الإمام السجاد شاعرنا من سلطنة عمان عقيل اللواتي، كتب أبياتا في رحاب أربعينية الإمام الحسين، ويتحدث عن يعني ذلك الطريق من الشام إلى كربلاء المقدسة. ماذا يقول؟ ركب المصائب سار في مهج العبا، ونبات وحي الله أنهكها السبا. آه زينب، آه زينب، آه زينب، قد متعبة يا مولاتي يا زينب، هاي طريق السبا من كربلاء. خليني أرجع شوية، من المدينة إلى مكة، أنت معززة مكرمة في رحاب أخوك الحسين، رحاب أخوك أبو فاضل، أهل بيتكم كلهم، من مكة إلى كربلاء معززة 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 مولاتي. لكن بعد شهادة الإمام الحسين الوضع تغير، بدأت رحلة الألم والمواجع، بدأت رحلة المصائب. فقدتي ما فقدتي إخوانك، أولاد إخوانك، أولادك، ما أدري شنو أسولف. سامحيني مولاتي، وسامحني يا صاحب الزمان، روحي لك الفداء، وأنا أستذكر هذه الفاجعة وأنت الباكي على جدك الحسين بدل الدموع دما. مواساة لك يا مولاي، كل من يشاهد الآن و تأوه ونادى وزينبا وسجادا وحسينا، هو يواسيك يا مولاي يا صاحب الزمان. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟
ركب المصائب سار في مهج العبا، ونبات وحي الله أنهكها السبا، وقلوبها ولها 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 تؤمل أن ترى قبر الحسين، فهل تراها تجتبى؟ إخواني بالله عليكم، أنت اليوم تنتظر فرد إنسان قريب على قلبك، والدك مسافر، والدتك مسافرة، فد صديق جدا تحبه جدا تقدره منتظره، جاي بالمطار من مكان بعيد، تباوي أبوي أمي صديقي، وين وين وين، شون أشوفه أنا، شو وقت ما أشوفه قلبك ينبض بمحبتهم باشتياق إلهم. زينب ترى سلام الله عليه من مكان بعيد تدور، هاي كربلاء، هذه كربلاء، وين قبر أخوي الحسين، وين قبر أبو فاضل، وينهم وينهم، وين من مكان بعيد تباوع سيدتي. وقلوبها ولها تؤمل أن ترى قبر الحسين، فهل تراها تجتبى؟ وعلى طريق العشق قال عليها: روحي فداك يا زين العابدين وسيد الساجدين. قال لعمته زينب: عمة، احنا راجعين للمدينة، هذا الطريق بين المدينة وكربلاء، أتريدين أن تجدد العزاء بأبي؟ تردين ترحين إلى أبويا الحسين؟ أنا أدري بيش قلبك بكربلاء، أنت غصباً عليش طلعتي من كربلاء؟ عم زينب، عمتي زينب، نور عم نور نور عيني عمتي زينب، والله أنا ما أدري من أسولف، قد من حالة الانفعال التي لدينا قد تسقط بعض الحروف سهواً، أعتذر كثيراً لصاحب الزمان ولأهل البيت ولكل أحبائي أهل البيت عليهم السلام. نأمل أن تقبل منا هذه الكلمات عزاء منا لهم، وفاء منا لهم، إن شاء الله مقبولين بحق محمد وآله الطاهرين. عم ترحين للمدينة، ترحين الكربلة، قالت: لا لا، عرج على قبر أخيك أبيك الحسين، أريد أن أجدد العهد معه، أجدد العزاء معه. سيدتي تدرين العالم بأسره أخذ بهذه السنة وجاء إلى الحسين، حبا وولاء بكم سيدتي ينتظرون ركبك مولاتي، ينتظرون ركبك، وإن شاء الله يسيرون على نهجك يا مولاتي يا زينب. وعلى طريق العشق قال عليها، وهو العليم بما يرى وبما اختبى: يا عمتي يا عمتي دربان، واتسع المدى لدموعها لدموعها، والحزن عاد مخضبا، فتخيري دربا يؤانس حزننا. تخيري عمة وين الروح، فتخيري دربا يؤانس حزننا، يا عمتي كل البلاء تكربلا، الروح الروح في شوق تحن لكربلا، والقلب في من ألم الفراق تعذبا، الروح في شوق تحن لكربلا، والقلب من ألم الفراق تعذبا، يا كربلا هذه العقيلة أقبلت، يا كربلا هذه العقيلة أقبلت. جت زينب، إذا نتصور حالة وصول زينب، شنو سوت من وصلت إلى كربلاء؟ من شافت مكان قبر أخيها الحسين، هسه أنت من مكان بعيد من توصل تشوف قبة المولى أبي عبد الله ومنارتيه الذهبيتين من بعيد. حسين حسين حسين، مشتاقي لك حسين، تباوع قبة أبو فاضل من بعيد، مشتاقي لك أبو فاضل العباس، مشتاقي لك. يوم حتى مواكب العزاء ما يدخلون بكاء شديد، مواساة لإمام الزمان، مواساة لمولانا وحبيبنا سيد الشهداء الإمام الحسين.
زينب من بعيد من بعيد تناديها كربلاء: يا كربلاء، هذه العقيلة أقبلت بمصابها، والسبي كلل بالإبا، خرت على القبر. آه يا لثارات الحسين، خرت على القبر الشريف بآهة صاحت: حسين حسين أخويا حسين، تدري ايش قد مشتاقت لك حسين، شلون عفتك ما أدري، شلون رحت برحلة السبي، أنا معززة مكرمة بجاهكم حسين، أنا تألميت حسين، أنا انسبيت حسين، تأذوا بناتك أولادك، ما أدري ايش أقول لك، وليدك السجادة تأذى، بس سامحني أبو علي، رجعت رقية ما موجودة ويانا، خولة ما موجودة ويانا في رحلة السبي، ماتت. ما أريد ألم قلبك يا أبا عبد الله. خرت على القبر الشريف بآهة وحسيناه، وياك زينب وياك وحسيناه بآهة حرة، وتنذب يا حسين تقربا، كادت تموت كادت تموت، وكربلا ضجت لها، وإذا النداء من السماء: وزينب وزينب. زينب اجتي إلى كربلاء، الإمام السجاد إجا الكربلاء. آه رقية، ما أدري شو أسوي، باب الحوائج رقية بنت الحسين. مولاي مولاي حسين، نقسم عليك ببنتك رقية، إن شاء الله نكون مقبولين، خدام أوفياء، زوار إلك دنيا وآخرة يا أبو عبد الله. كل من لديه حاجة إن شاء الله منظورين بالحوائج أمام الله، مقبولين عندكم. مولاي مثل من نحبكم، أتمنى تحبونا حتى لو على تقصيرنا، هذا التقصير إن شاء الله يكون في طاعة الله، ننمي أنفسنا، ننمي أرواحنا، نسمو بأرواحنا، وإن شاء الله نصير خدام أوفياء، لكن أخذ بيدنا يا أبا عبد الله، أريد مثل ما نحبكم حبونا، احنا مطمئنين انتم تحبون تحبون زواركم. هذا المسير اليك كلها كانت دعوات مباركه منك لزيارتهم، دعوات من سيدتي زينب بان ياتوا لاستقبالها، دعوات، هذا السر، سر الهي. بالعافيه عليكم زوار خدام الامام الحسين عليه السلام. زرت كربلاء، قبلكم أول من زار كربلاء في الروايات كان جابر ابن عبد الله الأنصاري، وزار وياه أيضا منو؟ عطية العوفي. الروايات تقول جاء وكان هناك آداب مباركة جميل جدا. بمناسبة جابر ابن عبد الله الأنصاري من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، شهد معه بدرا في الروايات التاريخية، 18 غزوة معه، يعني صاحب أمير المؤمنين روحي له الفداء، وكان معه في معاركه، وخادما من خدام أمير المؤمنين ورسول الله، يعني عاصر الإمام الحسن، كان مع الإمام الحسين، عاصر الإمام السجاد، وأيضا يعني توفي قبل إمامة الإمام الباقر صلوات الله وسلام عليه. في الروايات تقول، على كل حال الرواية تقول أنه جابر وهو الصحابي الجليل الذي نترحم عليه، كما أنه أهل البيت كان مقبولا عندهم، أخواني وأعزائي، جابر كان في الروايات أنه أول من زار قبر الإمام الحسين عليه السلام. حس في سنة 61، الله يعني الرواية تثبت أكثر أنه سنة 61 كان من الزائرين، من بعد 61 الروايات تختلف، لكن تأكيدها عام 61 للهجرة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، هو وعطية العوفي جاءوا إلى يعني إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، وجعل هناك آداب، يعني اغتسل من ماء الفرات، تعطر بعطر، جاء بخطوات يعني
فيها وقار. إخواني خلينا نتعلم من جابر الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وجاء إلى القبر حبيبي حسين، نادى يا حسين يا حسين يا حسين، حبيب لا يجيب حبيبه. على كل حال إخواني وأعزائي، من يريد أن يتابع فليقرأ قصة حضور جابر الأنصاري إلى كربلاء المقدسة. جابر من بعيد شاهد ركبة الإمام السجاد حاضر إلى كربلاء المقدسة، والتقى مع العترة الطاهرة سيدتي زينب ومع الإمام السجاد وذلك الركب، وتألم وبكى كثيرا. كأني بمولاتي زينب تقول لجابر أخذ هذه المقاطع من القصيدة التراثية اللي تعودنا في كل حلقة من حلقاتنا نأخذ فرد قصيدة في رحاب زينب الحسين العباس، وفي رحاب الأربعين بالتحديد كاظم المنظور الكربلائي كتب وقرأ له خادم الإمام الحسين حمزة الزغير ماذا قال. جابر يا جابر، جابر يا جابر، ما دريت بكربلاء صار، تدري صار بينا يوم العاشر احنا. جابر يا جابر، ما دريت بكربلاء صار، من شبه والنار والحرم شاطت للمعارة تريدها ليها. جابر يا جابر، ما دريت بكربلاء صار. نخرج إلى هذا الفاصل، إن شاء الله نكون معكم إخواني في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في انتظار زينب. عظم الله أجوركم وأحسن عزاكم. من شبه والنار والحرم شاطت كربلاء ثقلت عوين الحرم وتفقل عوينك، وشفرة انقطعت دليلي بيها تقطع دليلك، والانصاب الهدم حيني ينهدم من صبر حينك، طاحت علمنا على النهار كسرت من حسين البهار، لو ردت توضيح الخبر انشد الشاطي حجيلك، انشد الشاطي حجيلك. جابر يا جابر، من علم نعل النهار طاح، جابر يا جابر، من علم نعل النهار طاح، ذاك الخدر راح والحرم حست بإلي يسور وبفقد واليها. جابر يا جابر، جابر يا من شعبه والحرم شاطت كربلاء ثقلت عوين الحرام وتفقل عوينك، كربلاء ثقلت عوين الحرام وتفقل عوينك، أو شفرة انقطعت دليلي بيها تقطع دليلك، والانصاب الهدم حيني ينهدم من صبر حينك، طيحت علمنا على النهار كسرت من حسين البهار، لو رديت توضيح الخبر انشد الشاطي حجيلك، انشد الشاطي حجيلك. جابر يا جابر، من علم نعل النهار طاح، جابر يا جابر، من علم نعل النهار طاح، ذاك الخدر راح والحرم حست باليسر وبفقد واليها، والحرم حست وبفقد جابر يا جابر، جابر يا جابر،
من شبه وين الحرم شاطت شلون نسبينا والله يا جابر ما سدت هيجي مصيبة ولا جرت ما تدري بنقوم ايش قصت حرقوا خيمنا علينا حرقوا خيمنا علينا جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي حن ونحب وياي ولا تنسى غربة زينب وحنها وبواجه احكي جابر يا جابر يا جابر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ليلة العشرين من صفر نجدد العزاء لمحمد وآل محمد، لا سيما الإمام صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء صاحب المصاب في هذه الليلة الحزينة. هو الذي روحي له الفداء ينظر إن شاء الله لكل زوار الإمام الحسين من كل حدب وصوب الذين جاءوا إلى كربلاء، ينظر إليهم بعين الرحمة، ينظر إلى تلك القلوب السمحة المتآلفة فيما بينها خدام الإمام الحسين بكل أعمالهم أصنافهم، صاحب الموكب اللي يخدم في العتبات، اللي يخدم على طريق الإمام الحسين، البيوتات، الكل موفق ومسدد إن شاء الله بأنظار الإمام الحجة، أرواحنا فداه. لكن إخواني، هذه الخدمة عندما نختمها نطلب من الله في هذه اللحظات إلى أن نختم هذه يعني الخدمة بعافية وبخير، اطلبوا من الله أن ترزقوا الإخلاص في هذه الخدمة وأيضا بعد هذه الخدمة لهذه الأوقات، خلي تكون من مكتسبات هذه الزيارة أن نرزق الطاعة الحقيقية لله، أن نرزق أيضا الإخلاص الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ودائما وأبدا نذكر الحسين ومصيبة الحسين، ونذكر أهل البيت ونتوسل بهم إلى الله، ونطلب حوائجنا من الله ببركة أهل البيت عليهم السلام لتوطيد العلاقة الجانب العقائدي مع أهل البيت عليهم السلام. ولا نترك زيارة الإمام الحسين، لأن أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام كثيرا ما ركزوا على يعني موضوع زيارة المولى أبي عبد الله الحسين، وبالتالي الزيارة فيها خير كثير جدا. على كل حال ما أخذ من وقتكم الكثير إخواني وأعزائي، هواتفنا أسفل الشاشة بالخدمة، ورقم الواتساب لهذا اليوم فقط اللي أستطيع أن أخذه من الواتساب بإذنه تبارك وتعالى حتى يوم غد، وفق أن أقرأ كل ما تبقى لدينا من أرقام وكلمات وأسماء. يعني يوم غد الحلقة الأخيرة، تعرفون حضراتكم يوم 20 صفر راح نكون آخر حلقة من الموسم الثالث في برنامج في انتظار زينب. فقط اليوم اللي توصل رسائل عبر الواتساب ناخذها يوم غد، سامحونا ان شاء الله الكل سيكون مشترك بزيارتنا لمولانا ابي عبد الله الحسين في يوم 40. اخواني واعزائي، تحياتنا وسلامنا للجميع، وحيا الله مشاركاتكم. نبداها بالصلاه على محمد وال محمد. يا رب صل على محمد وال محمد، ونقول صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله. اول اتصال معنا احمد. أحمد السلام عليكم ورحمة الله. ألو. سلام عليكم ورحمة الله. ألو. أحمد نسمعك، سلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم. أحمد إذا يمك التلفزيون يا ريت تبتعد عنه، أتمنى حتى أسمع صوتك بشكل جيد. ابتعد نهائيا عن التلفزيون واسمعني من سماعة الهاتف فقط.
السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ممكن أشارك وياكم بالخدمة؟ من أنا اسمكم الكريم؟ أم أحمد. أم أحمد، حياك الله أم أحمد. الناصرية. وحيا الله أهلنا بالناصرية كلهم إن شاء الله. مرحبا بكم. سلام الله على الحسين. يا أبا عبد الله. على أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله. السلام عليك يا مولاي، يا أبا عبد الله، يا مظلوم، يا مولاي. الله. سلام الله على العباس من الفضل. سلام الله على زينب الحوراء المظلوم. الله أكبر. سلام الله على فاطمة الزهراء. ناجور. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولاي. سيد مولاي تدعي لعلي، أريدك تسجل اسمي. سجلت أم أحمد. إن شاء الله مسجلة عند الحسين من الزوار ليلة الأربعين، الزيارة المخصوصة، المؤمنون في كل مكان هاي الليلة يزورون زيارة الأربعين، لأنها ليلة الأربعين ويوم غد عند ارتفاع الشمس يزورون الإمام الحسين. إن شاء الله أنت حتى لو من مكانك من الناصرية زور الإمام الحسين، أنت مشتركة ويانا إن شاء الله في الزيارة، مشتركة بي بعد تدعي لمولاي. أريد أمك كلش من الفراش مريضة كلش تعبان. حسين يا باب نجاة الأمة، يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله، يا غريب كربلاء. أريدك تكتب اسمي. يلا. أم شمخية، شمخية مريضة تعبانة كلش من الفراش اسمها. أريدك تكتب اسمها بالحسين. إي 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 بالشفاء إن شاء الله جاء محمد وآل محمد. وعلي بن شمخية في دولة اسمك. أريدك تكتب اسامي مسجلهم عند الحسين كلش من الفراش تعبانين. آه تأمرين سجلتهم. روح بعد عمر انت، رحم الله والديك مولاي. على عين وعلى راسي ان شاء الله نذكرهم بالدعاء بالشفاء. انا اقولها لكن اقول الحسين يمي نور عيوني يسمعني ويسمعك انت قبل ما تسولفين وياك، يدرب قلوب محبي وزواره شنو بقلبهم. سولفوا وياه وسلمي على الحسين ومأجوره ان شاء الله مسجله عند الحسين. ام فاضل من بغداد. فاضل سلام عليكم ورحمة الله، أجركم الله أحسن عزاءكم. والرحمة عليك سيدنا. كل الهلا. كل الهلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي بن صلب الأنبار الله يحفظه. الله أكبر. وعلى زينب الحوراء بطلة كربلاء. سلام الله عليه وعلى فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين أبو الحسن والحسين. سيدي يا مولاي ادعي لي وزور لي من فدوى الحلقة. تأمرين تأمرين إن شاء الله. إن شاء الله ترزقين أم فاضل، احنا نتمنى إن شاء الله ترزقين تجين للحسين وزورين الحسين أنت وأولادي. رحم الله والديك، رحم الله والديك وليداتي وبنياتي. وعد بنية نسوي عملية وتحليلها بعد الهزة مخوفين عليها. إن شاء الله بردن 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 وسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نادية من بغداد سجلنا ودعينا إن شاء الله. السلام نادية بالخدمة. إن شاء الله أريد نطلب تعجيل فضل مولانا صاحب الزمان أول فضل من الإمام الحسين إن شاء الله. أحسنتي. لا بد أن يكون أول دعاء لإمام الزمان إن شاء الله وتكتبين من زوار. هو اللي خلصنا المخلص إن شاء الله صاحب الزمان. الله أريد أخوي إن شاء الله باتي تدعينا وزورنا وتقول للشيخ حبيب إن شاء الله من ساعة التقيت وياه وقال إمام المهدي سلام ودينا الشيخ حبيب ويدعينا ويزورنا. أنا بلغت إن شاء الله. إن شاء الله قلدته الدعاء والزيارة، أنتم قلدتمون الدعاء والزيارة فأنتم مشمولون معي إن شاء الله بدعاء عزيزنا سماحة الشيخ العزيز الشيخ حبيب الكامل. شكرا لكم أخت نادية، لكم ولعائلتكم تمام الخير والسداد والتوفيق وشفاعة محمد وآل محمد، لا سيما شفاعة الحسين. أم حسين بالاتصال القادم. أم حسين سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم مولاي، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، مرحبا بكم وبكل المشاهدين عفوا أم حسين من بغداد. على عيننا سجلناه، تفضلوا. عزيزي صاحب العصر والزمان، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مصاب عبد الله عليه السلام. أرجلكم الله أحسن عزاءكم. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين وأصحاب الحسين، السلام على أبو الفضل العباس،
عمر العشيرة. السلام على السيدة زينب. سلام الله عليه. سجل اسمي أم حسين. بالخدمة. سجلنا أم حسين من بغداد وعائلتها جميعا بإذنه تعالى. شكرا أم حسين، وأجركم الله أحسن عزاءكم، ومن زوار الحسين المقبولين إن شاء الله. شكرا أم حسين. رقية من البصرة. رقية سلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم، مأجورة إن شاء الله. السلام عليكم. عظم الله أجوركم وأجورنا بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مأجورة رقية، مأجورة، يتقبل عملكم إن شاء الله. ادعونا إن شاء الله. والدي يعني اليوم الساعة 3 يطلع الخطوة للإمام علي عليه السلام إن شاء الله. تمام الخير والتوفيق وتزيد رقية. عندي مشاركة. إيه رقية، ماكو مشكلة، أنا أريد أسمع من عندك إن شاء الله، بس خلي تكون مختصرة لأن حتى نشمل عدد أكبر من المتصلين معنا. خلي تصير مختصرة. تفضلي تفضلي رقية. نايا نازلين بقبر حسين، مروني تاحت من على الناقة وتبعد من خواتي حسين، وهي تنادي يا خويا حسين قبرك وين اقعد بني، جيتك بريتام اقعد تلقانا تنور العين. شكرا. مأجورة رقية، بالعافية عليك. اي والله بابا، الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لمشاركتك، وان شاء الله مواساتك مقبوله لسيدتي ومولاتي رقيه بنت الامام الحسين، يقضي حوائجكم ويسهل اموركم. ام حسام من بابل، خلينا نستغل الوقت حتى لان عندنا رسائل كثيره من قبل المشاركين معنا عبر الواتساب ونقراها ان شاء الله. لا ننسى انه اكو بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك ان شاء الله للمتابعين الكرام لبرنامج في انتظار زين. ام حسام من بابل، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم. أجورنا وأجوركم بأربعينية الإمام الحسين موصول سيدتي ومولاتي زينب. مأجورة إن شاء الله، من خادمات زينب. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن علي. أيوة. السلام عليك يا أبا الحسن يا أبا أخي ابنك الحسين الشهيد. أيه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيدي مولاي أبو الفضل عباس كثير زينب. السلام على سيدتي مولاتي زينب الحوراء. آه يا زينب بهذه الليلة، الله يساعد قلبك يا سيدتي ويا مولاتي. السلام على مسجل الزبار حبيب ابن مظاهر شيخ الانصار. السلام عليهم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل ويلك الفرج، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم ربي شاف كل مريض. آمين. اللهم حاجة كل محتاج. اللهم ربي احفظ هاي القناة المباركة إن شاء الله، ويسر أموركم ويحفظ حوائجكم إن شاء الله، ويشفى مرضاكم ويعطيكم الصحة والعافية. جاء هذه الأيام الحزينة اللي ما تمر علينا الا بسنه يا سيدي ويا مولاي. امين. ان شاء الله مشكورين ويعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. وهذا الخدمه في ميزان حسناتكم وتسجلكم الزهراء في سجلها ان شاء الله. واياكم ام حسان، شكرا. دعواتكم ان شاء الله مباركه طيبه، فطره نظيفه سليمه ان شاء الله من خادمات الزهراء. اي والله ينعاد ان شاء الله كما قلتي، تنعاد هذه المناسبه أربعينية الامام الحسين على الامه الاسلاميه بعافيه، وقبل كل شيء تنعاد بفرج إمام الزمان. قولوا آمين يا رب العالمين. يعني كان معنا مرتضى حسن من بغداد، انقطع الاتصال وياه ظاهرا، لكن مرتضى حسن قد سجلنا اسمك، احنا سجلنا اسمك ويانا يعني مشترك ان شاء الله في زيارة إنابة، واسمك وعائلتك ان شاء الله في شباك حبيب الإمام الحسين عليه السلام مواسيا له. آخر اتصال أستطيع أن أخذه محمد من ميسان. محمد تحية وسلام ومأجور ان شاء الله. محمد إذا تسمعني، للأسف أجرك الله محمد، الله يتقبل عملك ويزيد خيرك ويسدد خطاك. على كل حال يعني الوقت أخذنا كثير، جيد، خلينا نأخذ عدة 8 دقائق لنهاية هذه الحلقة، وبالتالي لا ننسى يوم غد إن شاء الله الحلقة الأخيرة من برنامج في انتظار زينة في موسمها الثالث. إن شاء الله مقبولين أنتم مسددين، ويقبلنا الله من خدام الحسين
وينعاد علينا إن شاء الله ذكر الإمام الحسين في الأربعينية بعافية بخير بسداد بحسن عاقبة لنا ولكم، آمين يا رب العالمين، وأن لا نحرم من الحبيب الحسين طرفة عين أبدا. بالمناسبة الرسائل جدا كثيرة، وللأسف يعني قاعد تجي الآن اتصالات عبر الواتساب، وبالمناسبة ما أستطيع أن أخذ هذه الرسائل أو ما أقدر أخذ الاتصالات. تعرفون أرقام الاتصال فقط تكون أسفل الشاشة للاتصال، أما المكتوب لرسائل الواتساب كانت أسفل الشاشة فقط لرسائل الواتساب. أنتوا يعني مرتبين وتعرفون أجواء البرامج المباشرة، فهكذا تكون يعني أجواءها إن شاء الله، فما أستطيع، سامحونا سامحونا على كل حال. جيد، رح نذكر الأسماء التي شاركت معنا يوم أمس، وكثيرة هي الرسائل. قلنا العلوية أم سارة وعائلتها، هاجر وعقيل وعائلته، أم علي الموسوي العلوية لديها قضاء حاجة، يعني كل الرسائل التي بعثت فيها تعظيم الأجر لمحمد وآل محمد، فيها طلب الحاجات المتعسرة، فيها شفاء المرضى، فيها كشف الهموم والغموم، فيها طلب الذرية، فيها أنه نكون مقبولين في خدمة الحسين وألا نحرم من زيارة الحسين، فيها معاني كثيرة، فيها كلمات اشتياق للإمام الحسين لشخصيات لم يوفقوا هذه السنة، إن شاء الله تجون بعافية قريبا، ما نقول السنة الجاية تجون، لا قريبا تجون إلى زيارة الإمام الحسين وتسلمون عليه وتعيشوا بطمأنينة في رحاب زيارته وعند قبره وتحت قبته التي يستجاب فيها الدعاء إخواني. على كل حال، يونس من عبادان وعائلته، عباس أيضا يطلب الرزق من عبادان، أبو توفيق من الأهواز، المقدم ماجد الزبيدي من ميسان، حياكم الله جميعا متابعينا، أم عباس من إيران، أم رضا من النجف، أم مريم. إحنا قلنا يعني ما هي يعني مواضيع الرسائل التي بعثت، لكن نذكر الأسماء حتى يعرف صاحب الرسالة هو مذكور معنا، والأسماء ستكون عند حبيبة سيد الشهداء. أم رضا من النجف، أم مريم من النجف، تقول يا ريت بدعواتكم نرزق ولد صالح وأولادي بالنجاح مريم وزهراء إن شاء الله. أم فضل من الناصرية، وأيضا عن زينب إن شاء الله بتمام الخير والعافية والشفاء. جاسم الزيدي من ألمانيا وعائلته، سرور بتهدية علي بن كريمة، ويقول أمي هدية بنت فاطمة، إن شاء الله لكم الخير. هدى وزوجها محمد بالذرية الصالحة. أم جود من بغداد، نورة بالشفاء والرزق والنجاح. علي أبو رقية من هولندا، تحياتنا أستاذ علي لك ولعائلتك ولأخيك أبو منار أحمد، وإن شاء الله لأخيك محمد، ويرحم والدك برحمة واسعة. شكرا لك. علي أبو رقية يقول من هولندا، علي وزينب ورقية وحسن سجلناهم ونصير في خدمتك. محمد عباس نايف، الدعاء والزيارة، ويقول على غيرتك يا مولاه، إن شاء الله نحسب خدام لك. علي درويش من الكويت بالشفاء. قاسم عسكر زادة من عبادان، يطلب أن يرزق إن شاء الله اتباع الصراط المستقيم ويكونون بعافية وبخير. لما أم عباس من البصرة بالصحة والعافية. حيدر سلوان من الناصرية من سوق الشيوخ، يقول أنا مريض وأحتاج إلى دعواتكم المباركة، أريد وياكم أنا أسولف بالاسم، وعند حاجة أرفعوا إيدكم المباركة إخواني وأعزائي مشاهدينا، بكرمكم بسماحة قلبكم برأفتكم ادعوا للناس اللي نذكرهم إخوان، مثل ما أنت تطلب من عندي ندعو لك، ادعوا لإخوانك وأعزائك لو سمحت، الله يزيد خيركم. علي يطلب الذرية الصالحة وللجميع، يقول أهالي البحرين لكم الخير الكثير. نورة من البصرة بقضاء الحاجة. أم عباس أبو عباس مسعودي من إيران. نضال جمعة من بغداد قضاء حاجة. رقية من البصرة تقول والدي مريض أرجو دعواتكم. فاطمة بنت نشمية. حج علي أبو نور. حجية أم نور من النجف الأشرف. أبرار وعدنان وبنت خالتها عقيلة بنت علي. فراس طاهر، إن شاء الله الفرج من السجن، آمين يا رب العالمين. حسام أبو حيدر، نور الهدى، حيدر، لارسا، ساهرة، هدى، منعم، نور، أحمد، نرجس، مشتبة، نهضة، علي، أم حسين من المحمرة من إيران بالتحديد، أم محمد من البصرة، زميلنا وعزيزنا من بعث برسالة، أحمد مبارك من لبنان، يعني طلب الشفاء لحسن بن تحفة ظهرا مريض وحالته حرجة جدا، أسأل الله بحق هذه الليلة ليلة 20 من صفر تمام الشفاء والعافية له، آمين يا رب العالمين.
سارة بنت وفاء، المرحومة الست وفاء أم سارة إن شاء الله، سجى ونبيل وأولادهم علي ومنتظر وحسين، الصحة والعافية والرزق آمين يا رب العالمين. حيدر ثامر من الديوانية، الدعاء بالذرية، أم علي من البصرة، رضا من إيران، بنين وعيسى، بنين عيسى محمد السلمان من البصرة، يعني بنين هكذا تقول أريد أصير إن شاء الله قارئة قرآن وملاية، يعني أقرأ لسيدي مولاي أبا عبد الله الحسين، إن شاء الله مقبولين عند الحسين. وليد أبو زين بالشفاء، أم حسين من بغداد، يعني ما شاء الله حقيقة الأسماء جدا كثيرة، أم عباس وعائلتها ولولدها بالهداية والتوفيق، زينب وعائلتها، مريضة، أم رشا، علي من بريطانيا بالذرية، علي أو حسين، حيدر حسين صادق من ألمانيا له ولعائلته، أم كرار وكرار وحوراء، وليث، أم آيات وعائلتها من ديقار، آدم وآيات معصومة من البحرين، إبراهيم العسكري يطلب الشفاء، فاطمة بنت زينب بالشفاء، صفية بنت إسماعيل. يعني ما أدري إن شاء الله أوفق أن أقرأ الكثير من الرسائل، أنا يعني حلقة هذا اليوم ما أدري، ما أعرف، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زين خلينا نقرأ ما نستطيع أن نقرأ خلال الدقيقة ونص الأخيرة معانا، تعظيم الأجر والثواب في زيارة المولى أبي عبد الله، هذه فيها بصمة، يحتاج بعد البرنامج نسمع البصمة ونقرأ الرسائل مشاهدينا. خادم الحسين راسلت البرنامج زيارة الأربعين، أخي الكريم ممكن زيارة إناب عني، اكتب لي الاسم اللي تحب أن تذكر فيه عند زيارة المولى أبي عبد الله الحسين. من إسطنبول مروة، أعزيكم بهذه الفاجعة أن أكون الآن في كربلاء، أتمنى لكن لا أستطيع المجيء، إن شاء الله أنتم معنا مشتركون بزيارة المولى أبي عبد الله الحسين. أرجو كتابة اسمي لينا برواء مريضة بالكبد، وكتابة اسم كاظم وزهراء ومؤيد ورواء، كل الأسماء اللي ذكرتوها إن شاء الله مكتوبة معنا، أرجوكم ادعوا لي بزيارة مريضة ما أقدر إجي. إن شاء الله كلكم موفقون مسجلون أخواني، أتمنى أن أوفقت بما أستطيع أن أقرأ رسائلكم يوم غد. كل الرسائل التي بعثت باليوم تحديدا راح تنكتب، راح تقرأ يوم غد بإذنه تعالى، وحلقتنا الأخيرة سننوب عن الجميع بزيارة الإمام الحسين في الأربعين، خلوا بالكم زورون معنا إن شاء الله. تحيات يعني كادرنا العزيز، كادر البرنامج في انتظار زينب، كل متابعينا أيضا، دعونا ندعو بختام هذه الحلقة بهذا الدعاء. اللهم بحق الحسين ارزقني زيارة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الإمام حسين عليه السلام، ورحمة الله وبركاته. في أمان الله وحفظه ورعايته، إلى اللقاء. زينب السلام عليك، زينب السلام عليك، زينب السلام عليك. السلام عليك زينب، السلام عليك زينب، السلام.